الناحية التانية الوداد أخباره إيه؟ وجاي القاهرة ونظرته إيه؟ وإيه هو الهدف اللي حطه قدام عينيه من مواجهة النادي الأهلي على ملعبه؟ معانا الكابتن مراد فلاح نجم فريق الوداد والمنتخب المغربي السابق من خلال فيديو كونفرنس. مساء الخير كابتن مراد. مساء الخير الأخ أحمد سمير ولجميع مشاهدي قناة الأهلي، وتحية حب واحترام وتقدير للشعب المصري وجمهور الأهلي خاصة. وكل التحيه الحب والتقدير والاحترام طبعا لاشقائنا في المغرب، واهلا وسهلا بفرقه الوداد اللي وصلت النهارده وامامها مهمه بالتاكيد ينظروا ليها على انها مهمه صعبه بعد الخساره امام النادي الاهلي في كازابلانكا بنتيجه 2-0. ازاي بتشوف مواجهه الاهلي مع الوداد، وايه فرص الوداد المحتمله من وجهه نظرك في لقاء العوده؟ مقابلة تكون صعبة بالطبع، خصوصا مع الهزيمة في مقابلة الذهاب إصابة 2-0 أمام نادي كبير كالأهلي المصري. صراحة الوداد هذه السنة ليس في المستوى نظرا لعوامل كثيرة، أن الوداد في فترة إعداد القبلي قبل بداية الموسم كان مشاكل نهاية عصبة الأبطال أمام الترجي والفضيحة التحكيمية في النهاية. الوداد كان هناك أمل في إعادة اللقاء واللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي ولذلك إعادة اللقاء. هنا وقع الوداد في الخطأ، لأن الوداد لم يجري فترة إعداد بشكل جيد جدا، بالتالي كان التركيز على إعادة النهائي أمام الترجي، ودخل الفريق مشتت الدين غير مستعد بدنيا لمجاراة موسم طويل وطويل جدا، خصوصا مع الظروف التي عشناها مع جائحة كورونا. بالتالي الوداد استنزف بدنيا، لم يقوى على مجاراة إيقاع لا البطولة ولا المنافسات الإفريقية. تجربة اللاعبين هي التي كانت حاضرة، وبالتالي أظن أن هناك اقتناع تام داخل الأسرة الودادية والجمهور الودادي الكبير أن ما وصل إليه الوداد هذه السنة من التأهل إلى المربع الذهبي داخل عصبة الأبطال الإفريقية، وكذلك الحصول على الوصافة الدوري، يعتبر إنجاز لما عاشه الوداد، وكذلك لانتدابات فريق الوداد التي لم تكن موفقة. انتدابات جاءت كانت تحت ظروف أن كانت هناك أزمة مادية، مستشهرين مع المشاكل الاقتصادية التي يمر منها العالم ككل، بالتالي الوداد لم يقوى على إجراء انتدابات قوية، خصوصا أننا نعرف أن الدوري المغربي تطور بشكل كبير، حتى نجوم بعض الفرق لا يستطيع الآن لا الوداد ولا أي نادي مغربي كبير مثل الوداد جلب أي لاعب، لأن هناك طب فرق. خليني أسألك بشكل محدد كابتن مراد على مباراة الجمعة على وجه التحديد، هل تتوقع انه اضافه بعض الاسماء او استبعاد اسماء شاركت في مباراه الذهاب او لجوء جاموندي لطريقه لعبه مختلفه من الممكن انه يؤثر ايجابا على مستوى الوداد في مواجهه الاهلي؟ هل من الممكن انه يكون في طموح عند او بالتاكيد في طموح، ولا هل من الممكن حضرتك تتوقع انه يكون في طريقه معينه في خلال 6 ايام تؤدي ان احنا نشوف مستوى مختلف من الوداد في القاهره عن المستوى اللي قدمه في كازابلانكا؟ صحيح، الوداد ذهب الى القاهره لكي يقوم بمقابله جيده ورد الاعتبار، ولكن نعرف ان هناك خصائص كبير عند الوداد في خط الدفاع. اظن ان الشيخ كومارا الان جاهز لخوض اللقاء. ربما المدرب الارجنتيني غاموندي كان مخطئا في عدم اشراك كومارا لما له من تجربه امام الاهلي، وبالتالي اضعف خط الوسط ميدان بارجاع جبران الى خط الدفاع. نعرف ان جبران ليس بمدافع اوسط، وبالتالي شفنا الخطا اللي ارتكب جبران، حاول انه يحتفظ على الكره من الكونترول ليس بجيد، افشى قدر انه ياخذ الكره ويمشي راس مع الحارس ويسجل هدف. غير كومارا، هل حضرتك بتشوف انه في اسماء اخرى من الممكن ان تضاف لفريق الوداد او تظهر مع فريق الوداد في مواجهته للاهلي من الممكن ان تحدث فارق؟ لا، اظن ان اسماعيل الحداد وكذلك بديع اوك والحسوني
الذي لم يظهر بشكل جيد، اظن انه لم يتم توظيفه بشكل جيد. اظن ان اذا وظف المدرب الحسوني كقلب هجوم سيخلق متاعب كثيره خط هجوم فريق وداد الاهلي، لان صحيح انهزمنا باصابتين اصابتين لصفر، ولكن لم نرى الاهلي بتلك القوه التي نعرف على الاهلي. نعرف ان الاهلي منذ سنوات قام بتشبيب الفريق، ومدربين كثير تعاقبوا على تدريب الفريق، ولكن الاهلي ليس الاهلي القوي، الاهلي المسيطر افريقيا منذ مده. اظن ان الاهلي عندنا امكانيه اننا ننتصر على الاهلي، رغم اننا نحن بدورنا نعاني في بعض المراكز ليس الوقت للتكلم عليها. كنظن ان العوده ديال كومارا هي اللي غتكون عوده واحده في اطار استمرار عميد الفريق ابراهيم صلاح الدين السعيدي، لاعب اللي مؤثر في وسط الميدان ولاعب عنده تجربه كبيره. كنظن ان عوده كومارا مع نجم الدين في قلب الدفاع غادي تعطي واحد الصلابه دفاعيه للفريق، وكذلك غتعطي استقرار للحارس تكناوتي، لانه في وجود كومارا يكون حارس مطمئن. كذلك وسط الميدان غيرجع جبران للمكان ديالو الاصلي، الفريق سيكون في احسن احواله من ناحيه بناء الهجمات، لان نعرف ان جبران لاعب يجيد بناء الهجمات، وهو العقل المدبر لفريق الوداد الرياضي. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن مراد فلاح، نجم نادي الوداد والمنتخب المغربي السابق، وأهلا وسهلا مرة ثانية، نجدد الترحيب في القاهرة بفرقة وبعثة نادي الوداد البيضاوي. أهلا وسهلا في بلدكم الثانية مصر، كل التوفيق في مهمتكم، ولكن إن شاء الله التأهل برضو أهلاوي، والفوز إن شاء الله يكون من نصيب النادي الأهلي.